أهمية الملف الحقوقي الآن تتهم الجمهة بأنها اكتفت فقط بالمربع الحقوقي وابتعدت عن المطالبة بإسقاط الانقلاب، المطلب الرئيسي الذي قامت به أو قامت عليه هذه الجبهة. أظن أن هذا التصور مبني على عدم إدراك حقائق الأمور. حقيقة الأمر أن الانقلاب وقع لهتك الحريات والحقوق، هدم المؤسسات للوصول إلى نتيجة، وهو بسط الإرادة الفردية المطلقة للحاكم بأمره. ولذلك إذا كان اليوم بعد هدم المؤسسات، بعد تمزيق الدستور، بعد انتخاب هيئات مسخ للتمثيل الشعبي الزائف، الآن ومنذ أشهر أربعة على الأقل، منذ أربعة أشهر شخصيات الصف الأول من الحركة الوطنية التونسية في السجن، لا لجرم اقترفوه، وإنما بسبب نشاطهم السياسي الشرعي الشفاف القانوني المشروع. فبالتالي إذا ما تصدينا إلى هذا الهجوم، قيل لنا أنكم تخليتم عن هدف إسقاط هذا الانقلاب، أقول أن هذا خطأ. التصدي لهذه الهجمة الشرسة والتي تؤثر في جسم المعارضة هو واجب، وبدونه ما فماش مقاومة للانقلاب. المقاومة للانقلاب ليس خطاب وإنما هو عمل، وبالتالي نحن ندرج المقاومة، ندرج الدفاع عن المسجين السياسيين ضمن نهج المقاومة الذي اخترناه، وهذا المقاومة هدفه استرجاع الشرعية الدستورية، استرجاع المؤسسات الدستورية، استرجاع الحقوق والحريات المعترف بها من الدستور، والذهاب إلى تجديد الشرعية من خلال صناديق الاقتراع في كنف الاستقلالية والحيادية والشفافية. هذا هو برنامجنا من أجل إنقاذ تونس، إنقاذها من الأزمة السياسية واللي هي مدخل لمعالجة باقي الأزمات، وإنقاذها من الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تعصف بها. أستاذ نجيب، تقريبا كل ما تعلى موجة الاستبداد في تونس يرجع الجدل من جديد حول الجدل في العلاقة بين الحقوقي والسياسي. هو المطروح اليوم هو الأولويات، الملف الحقوقي طبيعي هو ملف عنده أولوية، لكن المطروح اليوم، والبعض ينتقد الجبهة لهذا الأمر، يقول لك أنه اليوم ما ثماش تحديد للأولويات. الأولوية الأصل فيه أن يكون ثم خط نتاع مقاومة أساسا من أجل إسقاط الانقلاب، لأنه ملف المعتقلين يبقى ملف جزئي ضمن إطار عام هو ملف المقاومة ضد هذا الاستبداد، الذي إذا تمكن سنكون شعبا معتقلا. الاستراتيجية فيها أولويات لكنها تقوم على الهدف. ما هو الهدف الاستراتيجي للجبهة؟ الأولويات تفرضها الحياة، ما تختارهمش الجبهة، تفرضها مسار الحياة. الهدف هو إسقاط الانقلاب، بمعنى العودة إلى الشرعية وإلى الديمقراطية، بمعنى بروز حكومة كفأة قادرة باش تقوم بالإصلاحات الاقتصادية والسياسية والذهاب بالبلاد إلى تجديد الشرعية. هذا هو الهدف. كيف نسير إليه؟ ما هي الأولويات؟ الأولويات 6 شهور قدام و6 شهور إلى الأمام نجم تتغير، لكن كلها البوصلة اللي ما يلزمناش نضيعوها هي الهدف، وهو إسقاط الانقلاب. ولذلك اليوم وقت اللي شيخ راشد في السجن، وقت اللي قيادات النهضة التاريخية الكل تقريبا في السجن أو معظمهم في السجن، وقت اللي قيادات الحركة الديمقراطية، سي عصام الشابي، سي خيام التركي، سي رضا بالحاج، سي جوهر بن مبارك، الأخت شيماء عيسى وغيرهم كثار في السجن، أي نعتبر هذه مسألة جزئية وثانوية؟ لا لا، التشهير بهذا السجن وبناء القوة لافتكاكهم من الأسر وإعادتهم إلى الميدان مهمة مهمة. هذه مهمة باش تقع على حساب الأزمة الاجتماعية؟ لا، الأزمة الاجتماعية قاعدة تهز في البلاد وتحط فيها.
الدولة عاجزة، رئيس الدولة عاجز على إدراك حقائق الأمور، قوانين السوق لا المحلية ولا السوق الدولية، فبالتالي تونس تغرق. تونس تحتاج إذن قيادة سياسية أخرى، قيادة سياسية تتم عن طريق التغيير، يعني عن طريق إسقاط الانقلاب والعودة إلى الشرعية. فكذلك تونس في علاقاتها الدولية تعيش اختناق كبير، ففك هذا الاختناق وإعطاء إمكانيات للبلاد باش تجمع موارد مالية جابها بهم الأزمة جزء من المهمة. هذه كلها أولويات تفرضها الحياة. فبالتالي القيام والاضطلاع بواجب الدفاع عن المساجين السياسيين ليس مقايضة بين البعد الحقوقي والبعد السياسي. شو البعد السياسي؟